بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن موضوع مهم جدا في البيدياتر الجاسترونتولوجي والنيوتريشن، السيلياك ديزيز. تمام، سيلياك ديزيز مرض سيلياك او حساسيه القمح. تمام، هو واحد من الامراض المهمه جدا والمشهوره في المال ابزوربشن سيندرومز. تعريفه او السيلياك ديزيز واحد من يعتبر واحد من الاوتو اميون ديزيز. تمام، ليه اوتو اميون ديزيز؟ لان داخل فيه السيل ميديتد اميونيتي وال انتي بودي فورميشن هنقول عليهم. فهو اميون ميديتد سيستميك ديس اوردر اليسيتد باي جلوتين ان ويت. تمام، في ماده اسمها جلوتين موجوده في القمح ومشتقاته، والقمح واخواته اللي هم مين؟ الراي والايه والبارلي الشعير. تمام، الراي ماده زي الايه؟ زي القمح كده. تمام، بس بشرط ان يكون البيشنت جينيتيكالي سسبتبل انديفيدوال. تمام، يعني هو في جينيتيك بريدسبوزيشن. تمام، طيب وهنقول ازاي. طب يبقى كاركترايزد باي ايه؟ اربع حاجات مهمين. الشخص ده بيجي كلينيكال مانيفستيشن لما ايه؟ ياكل اي حاجه فيها القمح ومشتقاته. تمام، او الشعير. تمام، جلوتين ديبندنت كلينيكال مانيفستيشن هتيجي في صوره ايه؟ هتيجي في صوره كرونيك دايريا، ابدومينال ديستنشن، فيلير تو سرايف بعد كده هنقول عليها. تمام، طيب رقم اثنين يكون سيلياك ديزيز سبيسيفيك انتي بودي موجود فيه الاوتو اميونيتي في الايه السيروم بتاعه، الانتي بوديز موجوده بوزيتيف. رقم ثلاثه الجينيتك بريدسبوزيشن بتاعه ايه؟ اتش ال ايه هيومن ليكوستيك انتيجين الدي كيو 2 والدي كيو 8، ممكن ما بيتعملوش في اماكن كتيره. تمام، طيب رقم اربعه انتروباثي. طب نعرف ازاي الانتروباثي؟ بالايه؟ بالابر اندوسكوبي. تمام، السوفيجو جاسترو ديدينوسكوبي، ندخل وناخد بايوبسيز ونشوف. تمام، يبقى اربع حاجات لازم يبقوا موجودين يعني في الايه في الكلاسيك ديزيز. تمام، يبقى جلوتين ديبندنت كلينيكال مانيفستيشن جايبه اعراض السيلياك ومعاه الاوتو انتي بودي ومعاه الجينيتك بريدسبوزيشن بتاعه الاتش ال اي دي كيو 2 ودي كيو 8 والانتروباسي بالايه بالاندوسكوبي. تمام، طيب ايه هي الانتي بودي اللي بتبقى بوزيتيف في السيلياك ديزيز؟ ثلاثه، تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي اكتر حاجه بنعملها، والاندوميزيال انتي بودي. تمام، او انتي اندوميزيال انتي بودي، والانتي جلايادين انتي بودي. ده الجلوتين لما يدخل جوه الانتستين بيتكسر ويطلع حاجه اسمها جلايادين. تمام، الجسم بيكون انتي بودي اجينست الايه الجلايادين. تمام، طيب في معلومه على الهامش كده بتقول ان البريست فيدنج مالوش رول، نايزر بريست فيدنج ديورنج جلوتين انتروداكشن نور اني بريست فيدنج هاز ايه هاز بين شون تو ريديوس ريسك اوف ايه سيلياك ديزيز، ملوش علاقه بالسيلياك ديزيز. تمام، طيب اتيولوجي ايه السبب؟ السبب هيبقى اول حاجه ذا ايرلير انتروداكشن اوف جلوتين از اسوشيتد ويز ذا ايرلير ديفلوبمنت اوف سيلياك ديزيز اوتو اميونيتي. تمام، يعني كل ما دخل لو العيان ده جينيتيكالي سسبتبل يعني فيه وارث ال اتش ال اي دي كيو 2 دي كيو 8. تمام، هو جينيتيكالي سسبتبل، اول ما ندخل له الجلوتين اول ما ياكل اي حاجه فيها مشتقات القمح. تمام، يبدا يظهر الايه الاوتو انتي بودي. تمام، يبقى ايرلير ديفلوبمنت اوف سيلياك ديزيز ايه اوتو اميونيتي، بين قوسين يعني بوزيتيف سيرولوجي. تمام، طيب it is advised to introduce gluten into the infant's diet any time ما بين 4 ل 12 شهر اوف ايج، عادي ممكن ندخل ترى احنا مش عارفين لسه، وحتى لو جينيتك سستبل برضه ليه انفستيجيشن بتتعمل. تمام، طيب انفكشوس ايجنت ليها رول، هاز بين هايبوثيز افتراضيا او افترضوا انها تو بلاي اكوزاتيف رول خصوصا فريكوانت روتا فيروس ايه انفكشن، لان هو بيأثر على الانتستينال فيلاي برضه. طيب الجينيتك بريدسبوزيشن بقى از سجستد باي ذا فاميلي اجريجيشن، يبقى في بوزيتيف فاميلي هيستوري في العيله اوف سيليك ديزيز اند ذا كونكوردنس في انهي حته في المونوزايجوتيك توين عن الدايزايجوتيك. تمام، طيب سترونجست اسوشيشن طبعا مع ال اتش ال اي دي كيو 2 و اتش ال اي دي كيو 8. خلاص، طيب ندخل بقى على حته حلوه اللي هي ايه الباثوفيسيولوجي بتاع السيليك ديزيز. باثوفيسيولوجي بتاع مين؟ سيليك ديزيز. احنا عندنا الباثوفيسيولوجي ادي الجي اي تي. تمام، وادي الجزء بتاع الانتستين. تمام، الطفل اكل مشتقات القمح دخل، هنبدا بالنورمال الاول، دي نورمال. تمام، مفيش مشكله، خدنا قطاع عرضي في حته في الوول بتاع السمول انتستين.
لقينا ايه؟ لقينا الخلايا بتاعت السمول انتستن، ادي نورمال اهي اللي هي الانتيروسايت، تمام؟ عليها فيلاي اللي هي الحمراء الصغيره خالص دي، فيلاي تمام اهي مايكرو فيلاي، وعليها برضو ما بين السيلز والميوكاس لاير بيبقى موجود مين؟ السكريتوري اي جي اي، تمام؟ احنا قلنا الاي جي قبل كده موجود في السيروم، موجود في الايه؟ في السكريتوري بتاع الجي اي تي. يبقى ايه؟ يبقى موجود هنا الايه؟ الاميونوجلوبولين ايه، تمام؟ ودي طبقه الميوكوس اللي بتغطي الانتستين، تمام؟ الكيرف اللي ماشي لتحت دوت الكريبت، ماشي؟ طيب، وطبعا دي الميكوزا، الصب ميكوزا موجود فيها مين؟ موجود فيها الانتيجين بريزنتنج سيلز، انتيجين بريزنتنج سيل، تمام؟ طيب نروح للناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه الطفل اكل جلوتين كونتيننج فود، جلوتين كونتيننج ايه؟ فود، خلاص دخل الجلوتين بدا يحصل له ايه؟ ديجراديشن جوه الصب ميكوزا، وصل بقى جلايادين، تمام؟ بدأ يتعمل يتقدم للانتيجين بريزنتنج سيل عليها ريسبتور، تمام؟ اتش ال اي دي كيو 2 ودي كيو 8، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ الجلايدين بيتحول لحاجه اسمها الدي اميديتد جلايدين بيبتايد، تمام؟ بمين؟ بانزيم اسمه التشو ترانس جلوتامينيز، تمام؟ والجزء ده هيتحط على الانتيجين بريزنتنج سيل، تمام؟ وتبدا تروح الانتيجين بريزنتنج سيل اللي ديت تروح لمين؟ للبيرز باتش اللي موجود فيها مين؟ الليمفوسايت، التي ليمفوسايت، النايف تي سيل، التي سيل نايف مالها؟ التي سيل نايف هتقدم لها الانتيجين بريزنتنج سيل الانتيجين وهي تروح عامله ايه؟ عامله اكتيفيشن لحاجتين، السي دي 4 تي هيلبر سيل، تمام؟ سي دي 4 والسي دي 8، سي دي 4 او تي هيلبر سيل سيجنال ما بين السي دي 4 والبي سي بي ليمفوسايت سيجنالينج ان تصنع البلازما سيل، يطلع منها بلازما سيل عشان نصنع الايه؟ الانتي بوديز اجينست مين؟ كل الخطوات اللي انفولفد هنا اجينست الجلايادين والتيشو ترانس جلوتامينيز، تمام؟ يبقى الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي والانتي اندوميزيال والانتي جلايادين الثلاثه، تمام؟ يبقى دول الثلاثه انتي بودي اهم، خلاص. الحاجه الثانيه بتعمل ايه بقى؟ التي سي النايف ديتي الموجوده في الـ في الصاب ميكوزا تعمل ستيميوليشن للسي دي 8 التي كيلر سيلز، تمام؟ التي كيلر سيلز دي هتعمل ايه بقى؟ تعمل في الجزء ده خراب هنا، ايه الخراب دوت؟ اللي هو الانفلاميشن، تمام؟ الانفلاميشن ده يعبر عنه بالابدومينال بين والديسكمفورت والدايريا والبلوتنج والديستنشن والحاجات دي، تمام؟ طيب نيجي بقى في منطقه الانفلاميشن دي وناخد بايوبسي نشوف ايه الباثولوجيكال تشينجز اللي موجوده، نلاقي الفيلس راحت اللي على السنال سيلز يبقى فيلس اتروفي، رقم اتنين الكريبت بقى الاخاديد ديت حصل لها لوست يبقى ديكريز نمبر اوف كريبتس، رقم ثلاثه طبعا عشان ده ليمفوسايت ويجيبوا باقي الخلايا بتاعت الاميون سيستم انكريز ليمفوسايتس في اللامنا بروبريا بتاعت الايه؟ الاريا اوف انفلاميشن، ويحصل ايه؟ سيل ديس ات سايت اوف انفلاميشن، سيل ديس، تمام؟ وبالتالي يحصل الانتروباثي اللي احنا بنقول عليه، تمام؟ الجزء ده فقد وظيفته في الابزوربشن، تمام؟ طيب دامج تو ميكوزا لايننج يعمل ايه؟ مفيش امتصاص، يحصل انيميا بسبب ديكريز ابزوربشن اوف ايرون وفيتامين بي 12 وديكريز ابزوربشن اوف نيوتريانت، بقى براحتك قول براحتك، يحصل ويت لوس بعد كده فيلر تو سرايف، ديكريز الفات ابزوربشن، خد معاك الاستياتوريه وخد معاك الفات سوليبل فيتامينز اللي كانت بتمتص وحاجات تانيه، تمام؟ يبقى ده واحد من المال ابزوربشن سندروم، ده الباص في السيولوجي بتاعه بس عشان نبقى فاهمين اللي بيحصل في السيليا، تمام؟ طيب نرجع خطوه كده في التصدير، ايوه ايه بقى الكلينيكال برزنتيشن؟ كلينيكال برزنتيشن اند اسوشيتد ديس اوردر، احنا عندنا الاطفال في اول سنتين مالهم الانتستاينال سيمتوم ار مور كومن ان تشيلدرن في اول سنتين، انتستاينال سيمتوم اللي هم ايه؟ اللي احنا قلنا عليهم الابدومينال بين والديسكمفورت والدايريا والبلوتنج والابدومينال ديستنشن والفيلير تو سرايف، تمام؟ موست كيسز تيجي بايه؟ فيلير تو سرايف، كرونيك دايريا، فوميتنج، ابدومينال ايه؟ ديستنشن، ومعاهم شويه ماسل ويستنج والانوريكسيا طبعا، انوريكسيا تمام؟ اند اريتابيليتي، انوريكسيا وارتابيليتي، تمام؟ طيب
with later on childhood، كل ما الطفل يكبر في المرحله اللي تشايلد يدخل ناحيه الادول، يبدا يحصل ايه بقى؟ مفيش انتستاينال مانيفستيشن، تبدا ايه الايه الاكسترا انتستاينال مانيفستيشن تاخد الابر هاند without any accompanying ايه this digestive symptom، تمام؟ وبتزيد خلاص affecting almost all organ، كل الاورجنز ممكن على بس بفاريشن بتتاخد، بس الموست كومن دي اللي لازم نفهمها. اي عيل فيلير تو سرايف ومعاه ايرون ديفيشنسي انيميا، نحط السيليك في دماغنا رقم واحد. ليه؟ لان وان اوف ذا موست كومن اكسترا انتستاينال مانيفستيشن اوف سيليك ديزيز مين الايرون ديفيشنسي انيميا، تمام؟ which is usually unresponsive، كمان لما بندي اير نوت ريسبونسيف ايه تو ايرون ثيرابي، تمام؟ خلاص. طيب ايه بقى الاكسترا انتستاينال مانيفستيشن بتاعت السيلياك؟ ناخدهم بالترتيب. هو حصل مال ابزوربشن، كلهم لهم علاقه، يا مال ابزوربشن يا اميون ميديت ديس ريجوليشن، تمام؟ فيتامين، ناخد الفات سوليبل فيتامين، الفات سوليبل فيتامين هم فيتامين كي معاهم، لما يحصل فيتامين كي ديفيشنسي يحصل بليدنج تندنسي او ايكيموزس وبيتي كي، تمام؟ طب لما يحصل فيتامين اي مال ابزوربشن اللي يحصل حاجه اسمها فوليكولار هايبر كيراتوزس اند درماتايتس، برضه سكين افكشن، تمام؟ طيب الايديما اللي بتظهر في العيال المال نورجد بسبب الهايبوبروتينيميا، بروتين قليل، تمام؟ طيب لان الانتيك والابزوربشن قليل. طيب في حاجه اسمها درماتايتس هيربيتي فورمز، دي ريليتد للايه؟ للاوتو اميونيتي، ريليتد للاوتو اميونيتي، يبقى السكين هيبقى عليه ايكيموزس وبيتي كي وايديما، وقلنا ليه؟ والدرماتايتس هيربيتي فورمز اوتو اميونيتي والفوليكولار هايبر كيراتوز اند ايه اند درماتايتس بتاعت الفيتامين اي مال ابزوربشن والفيتامين بي كومبلكس مال ابزوربشن. نخش على الاندوكراين، يدخل في ايه بقى بسبب المال نوتريشن، امينوريا، انفيرتيليتي، امبوتنس، ديليد في البيوبرتي مهمه جدا بسبب الايه المال نورشد مال نوتريشن، الهايبوثلاميك بيتوتري ديس فانكشن، تمام؟ الاميون ديس فانكشن. ما خلي بالنا السيلك واحد من الاوتو اميون ديزيزز، يعني اللي لو لقيناه ندور على اخواته. طيب سكندري هايبر باراثايرويديزم، ليه سكندري هايبر باراثايرويديزم؟ عشان الفيتامين دي والكالسيوم بيحصل لهم مال ابزوربشن مش بيمتصوا، فيبدا يطلع الايه الباراثايرويد، تمام؟ سكندري لمين؟ للايه للكالسيوم والفيتامين دي مال ابزوربشن او ديفيشنت، تمام؟ فبيحصل هايبوكالسيميا خلاص. طيب فيطلع الايه الباراثايرويد، يبقى سكندري هايبر باراثايرويديزم، ماشي؟ طيب يبقى الاندوكراين عرفناهم، الهيماتولوجي قلناهم انيميا بسبب الايرون والفوليت والفيتامين بي 12 مال ابزوربشن، الهيمولوجي عشان فيتامين كي، وفي هوفل جولي بوديز والثرومبوسايتوز في الفيلم بسبب ان ممكن يكون في هايبوسبلينيزم، تمام؟ طيب الليفر قال لك زياده في الايه في الترانز امينيزز بتاعت الليفر، وممكن يبقى معاه اوتو اميون هيباتايتس زي ما قلنا، هو اوتو اميون ندور على اخواته. طيب ماسكولار طبعا اتروفي ويكنس الاتروفي والويكنس، ومعانا التيتاني، ليه التيتاني؟ علشان الهايبوكالسيميا بسبب الكالسيوم والفيتامين دي مع الابزوربشن، ومعاهم الهايبومغنيزيميا بسبب ان المغنيزيوم برضو، يبقى هما كلهم فيتامين ومينرال ومايكرونيوتريانت والحاجات التانيه كله ده مال ابزوربد، تمام؟ طيب نيورولوجيك مهم جدا، اول ما تيجي سيره النيورولوجيك افتكر الفيتامين بي 12 اللي بيعمل بريفرال نيوروباسي واتاكزيا او اللي هو سبع اكيد كومباند جنريشن سيريبيلر اند بوستيرور كولم دامج، ممكن يحصل دي مايلينيشن، ممكن سيجر بس ان نون كوز مش عارفين السبب. طب سكيليتال طبعا هو ايه مال ابزوربشن للكالسيوم والفيتامين دي، يحصل كل حاجه في البون، اوستيوبينيا، اوستيوماليشيا، باثولوجيكال فراكشر، اوستيوارثروباسي. طيب اخر حاجه في انيمال هايبوبليزيا بسبب ان الفيتامين دي والكالسيوم برضو مال ابزوربشن، انكسايتي وسكيز، ماشي، بالمونري هيموسيدروزس، كل دي مش معروف سببها، والافسس استوماتايتس بتبقى مشهوره وواضحه تمام وبتتشاف في بعض الاحيان بس مش معروف سببها برضو، تمام؟ يبقى دول الاكسترا انتستاينال مانيفستيشن بتوع السيلياك ديزيز، لازم ندور عليهم ولازم الايه يعني تو بي يعني كونسيدر. الناشونال انستيتيوت فور هيلث اند كير اكسلنس حط جايد لاينز كده اون ذا انديكيشن ذات شود برومبت تيستينج فور سيلياك ديزيز، تمام؟ امتى اعمل تيستينج للعيان انا شاكك ان هو سيلياك؟ قال لك الايه سيلياك تيستينج ريكومندد لو طفل عنده بيرزيستنت انكسبلينت ابدومينال او جي اي سيمتوم، دورنا كتير ما لقيناش سبب للابدومينال ديستنشن ولا الكرونيك دايريا اللي عنده، رقم اثنين طفل جاي بفلترنج جروس لازم سيلياك في دماغنا، رقم ثلاثه برلونجد فاتيج عشان الماسل ويستنج، بعد كده اهو الانكسبكتد ويت لوس، دورنا برده في اسباب الويت لوس ما لقيناش انكسبكتد، تمام؟ ومش معروف. الحاجه اللي بعد كده سيفير او بيرزيستنت ماوس السر،
دورنا على اي بي دي على اميون ديفيشنسي ايه ما فيش، ولكن نحط السيليك في دماغنا بيجي بماوس ألسر unexplained، ادينا اير كان جايب ايرون ديفيشنسي انيميا، ادينا ايرون ما جابش معانا نتيجه، فيتامين بي 12 ديفيشنسي ادينا الفيتامين الكوبولامين ما فيش برضه، يبقى unexplained ايرون وفيتامين بي 12 وفوليت ديفيشنسي، يبقى ده لازم ندور على السيلياك. طب قاعده كده، اي بيشنت تايب 1 دايابيتس لازم ندور على السيلياك، تمام؟ يبقى ايه تايب 1 دايابيتس والايه الاوتو اميون ثايرويد ديزيز، اي اوتو اميون ندور على الباقيين، لو جاب الريتابل باور سندروم ماشي ممكن ندور على السيلياك. اخر حاجه لو في طفل حد في الفرق في الفيرست ديجري ريلاتيف سيلياك يبقى لازم ايه تو بي انفستيجيتد فور سيلياك ديزيز، ولو في ديرماتيتس هيربيتي فورمز. تمام تعال نشوف الديرماتيتس، الراجل ده يقول لنا ايه ديرماتيتس، ديرماتيتس هيربيتي فورمز، الراجل ده قال لنا الدرماد كرونيك اوتو اميون سكين كونديشن كاركترايزد باي انتنسلي اتشنج بليسترنج سكين ليجن، تمام اولسو نون حاجه اسمها ماشي دي اسوشيتد مع الجلوتين سنسيتيف، تمام جلوتين سنسيتيفيتي اند از كونسيدر تو بي مانيفستيشن اوف سيلياك ايه سيلياك ديزيز. خلاص كده اهو تمام. نرجع يبقى دي الحاجات اللي انا ايه انفستيجيت او تيست او ريكومندد فور ايه فور سيلياك تيستينج. حاجه تانيه سيلياك تيستينج شود بي كونسيدرد لو ايه بخلي بالي من السيلياك، لو طفل جاي بميتابوليك بندوس اوردر ريديوس بون مينرال او دنسيتي مينرال دنسيتي او اوستيوماليشيا اوستيوبوروز اوستيوماليشيا او انكسبليند نيورولوجيكال سيمتوم اللي احنا قلنا عليها مفيش سبب واضح انكسبليند سب فيرتيليتي او ريكرنت مسكارج لو الشخص كبير في ميل بيرزيستنت انكريز ذا كونسنتريشن اوف ليفر انزايم واز ان نون كوز، ما لقيناش سبب. تمام دينتال انامل ديفكت في مشكله، تمام ولو سندرومات زي الداون سندروم التيرنر الويليام السليكتيف اي جي اي ديفيشنسي كله متوقع فيهم ان هو ايه ان هو يبقى معاهم سيلياك. تمام طيب المهم بقى الكلينيكال سبيكترم بتاع السيلياك ديزيز هو ليه سبيكترم، تمام يعني ايه في اعراض ومفيش مفيش اوتو اميونيتي، لا ده في اوتو اميونيتي ومفيش اعراض، لا ده في مفيش اعراض بس في او اسف في اعراض ومفيش هيستوباثولوجي في البايوبسي، ده معنى الكلينيكال سبيكترم اوف سيلياك ديزيز. اول حاجه السيمتوماتيك، من اسمها سيمتوماتيك يعني الاعراض مش موجود موجوده والباقي مش موجود، يعني الاعراض موجوده فرانك مال ابزوربشن سيمتوم اند ساين اللي هم اسمهم ايه بقى كرونيك دايريا فيلير تو سرايف ويت لوس الحاجات دي. طب اكسترا انستانل سيمتوم اللي احنا قلنا عليها الانيميا والفاتيج والهايبر ترانز امينيزيميا اللي هي الترانز امينيزيس بتاعت الليفر لما تبقى عاليه، نيورولوجيكال ديس اوردر شورت ستيتشر دينتال انامل ديفكت ارثرالجيا افسس استوماتايتس دي سيمتومز. تمام حاجه اسمها سايلنت سيلياك ديزيز، سايلنت يعني مفيش سيمتوم نو ابارنت سيمتوم ان سبايت اوف اي الهيستولوجي هنا بوزيتيف في فيلاس اتروفي، تمام ان موست كيسز ايدنتيفايد باي سيرولوجيك سكريننج، يعني انا طفل تايب 1 دايابيتيك تمام بعمل له السيرولوجي او الانتي بودي بتاعت السيلياك لقيتها بوزيتيف، تمام هو ما بيشتكيش يروح يعمل منظار يبقى في ايه فيلاس اتروفي، يبقى ده سايلنت اسيمتوماتيك ولكن في اوتو اميونيتي وفي ايه وفي هيستوباثولوجي. الليتنت بقى ده اللي هيقول لك ان هيبقى بعد كده هيعبر عن هيمانيفست بسيلياك، ده مين هم دول الاطفال اللي هم هاف نورمال انتستينال هيستولوجي الانتستين بتاعتهم كويسه المايكرو فيلاي والانتستينال سيل بات ات سام اذر تايم هاف شون اجلوتين ديبندنت انتروباسي مع في وقت معين هيقلب سيلياك. يعني البوتنشال ده الايه الكامن كده اللي هو ايه سبجكت ويز بوزيتيف سيلياك ديزيز سيرولوجيز الانتي بودي البوزيتيف بات ويز اوت ايفيدنس اوف ايه اولترد انتستينال هيستولوجي، تمام خلاص. طيب بيشنت مي اور ممكن يبقى معاهم او معهوش معهمش سيمتومز اند ساين او ممكن يبقى مي اور مي نوت ديفلوب جلوتين ديبندنت انتروباسي بعد كده، يعني على حسب يا دخلوا في جلوتين ديبندنت انتروباسي في اعراضه او ما دخلوش، تمام يبقى دول السيرولوجي بتاعهم بوزيتيف بس هما الهيستولوجي كويس ويز اوت ايفيدنس اوف اولترد انتستينال ايه هيستولوجي، تمام يبقى السيمتوماتيك عرفناه ده اعراض، السايلنت ده مفيش اعراض ولكن في ايه في سيرولوجي وايه وفي في فيلاس اتروفي. الليتنت ده الهيستولوجي نورمال مفيش فيلاس اتروفي يعني بس ممكن يدخل بعد كده في جلوتين ديبندنت انتروبسي، تمام البوتنشال
ده ما تعرفلوش هو بوزيتيف سيرولوجي، ولكن ممكن يبقى فيه اعراض ممكن يبقاش فيه، ممكن يدخل في جلوتين ديبندنت ممكن ما يدخلش. دول الاربع كلينيكال سبيكترم، احنا اللي يهمنا ده اول واحد. تمام. طيب الدياجرام ده مهم جدا، مهم جدا، يعني دياجرام دايجنوستيك ابروتش تو ا كيس اوف ايه سيلياك ديزيز. A child او adolescent ومعاه اعراض اللي هو السيمتوماتيك، سيمتوماتيك في اعراض السيلياك يعني، او ان انا اسجست ان هو ده سيلياك ديزيز، نروح نعمل ايه؟ نعمل التوتال اي جي اي عشان نستثني الاي جي اي ديفيشنسي، ونعمل ايه؟ الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي. تمام. طيب في احتمال، اول حاجه لو الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز ده طلع نيجاتيف من اولها كده نوت سيلياك. تمام. نوت ايه؟ سيلياك. طب لو الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز بوزيتيف قال لك ريفير تو جاسترونتولوجيست عشان يخش في الدايجنوستيك ورك اب، على حسب التيش ترانس جلوتامينيز دوت لو كان اكتر من 10 مرات النورمال، يعني هو 10 مثلا الليفل بتاعه دلوقتي 10، تمام النورمال بتاعه 10 اسف، لو لقيناه اكتر من 100 يبقى ده ايه؟ ده نروح نسحب الاندوميزيا الانتي بودي ونعمل الجينيتيك ايه تيستنج اتش ال اي دي كيو على 8 على دي كيو 2. تمام. طيب قال لك لو في بلدك مش موجود القيمه او الاتش ال اي دوتي نوت افيلابل، قال لك ده جو فور ايه اندوسكوبي، ناخد بايوبسي. تمام. ناخد بايوبسي، والاحسن ان احنا ناخد حوالي 4 بايوبسي. تمام. والله لو الفايندنج كونسيستنت مع يعني في فيلاس اتروفي والكلام دوتي، يبقى ايه ده ماشي مع السيلياك ديزيز، ونجو فور ايه جلوتين فري دايت. تمام. ونفولو اب خلاص كده. طيب اما بقى لو موجود عندك القيمه والاتش ال ايه، نبص كده اول حاجه لو كانت القيمه دي بوزيتيف، الاندوميزيال انتي بودي كان بوزيتيف والاتش ال ايه بوزيتيف برضو، يعني دي كيو 2 ودي كيو 8 بوزيتيف، يبقى ده سيلياك ديزيز وبرضو جو فور ايه جلوتين فري دايت، ونعمل فول اب بعد كده. تمام. ان لو القيمه بوزيتيف والاتش ال ايه يعني ما فيش جينيتك سسبتابيلتي، احنا قلنا لازم يكون فيه، يبقى احنا هنعمل ايه كونسيدر فولس نيجاتيف HLA test، يعني احنا عندي القيمه بوزيتيف وعندي تيش ترانس جلوتامينيز معدل ايه؟ معدل معدل 10 مرات النورمال، يبقى اكيد ال HLA دوت ايه ده فولس ايه؟ فولس نيجاتيف. فنروح للخطوه اللي هي مين اللي هتاكد لنا؟ البيوبسي. تمام؟ اندوسكوبي وناخد بيوبسي ونشوف. تمام؟ طب لو القيمه ده نيجاتيف وال HLA نيجاتيف، يبقى المشكله كان في الاولاني اللي هو التيش ترانس جلوتامينيز، ده الفولس بوزيتيف تيش ترانس جلوتامينيز، ونفكنا منه. تمام؟ خلاص. طيب والله طلعت القيمه نيجاتيف والاتش ال اي بوزيتيف، الجينيتك سستبيليتي جو فور اندوسكو بنعمل بايوبسي معروفه. تمام. وهكذا. خلاص ده كان ايه؟ ده كان الالجوريزم بتاع او الدياجنوستيك ابروتش بتاع السيلياك. تمام. نعدي حته ان بيشنت مش بيشنت يعني اسيمتوماتيك بيرسون، تمام، اد جينيتك ريسك عنده فيرست ديجري ريلاتيف سيلياك ديزيز وهو ما بيشتكيش. تمام. اكسبلين امبليكيشن اوف بوزيتيف تيست ريزلت and get consent for testing، يعني ماشي، يعني بيقول لك ايه لو كان HLA-DQ2، يعني هي بدأ ب HLA اللي هو لو ممكن ما يتعملش عندك not available يعني، بس هنقول لو هو positive. تمام. لو هو positive نسحب تيش ترانس جلوتامينيز توتال اي جي اي. تمام. لو طلع التيتر اكتر من 3 مرات النورمال يبقى نعمل اندوسكوبي وناخد بايوبسي. تمام. وهكذا لو طلعوا فايندنج مع السيلياك يبقى ده ايه برضو جلوتين فري، يدخل في الجلوتين فري دايت وهو حتى اسيمتوماتيك. تمام. طيب لو اقل من 3 مرات النورمال نعمل الاندوميزيال انتي بودي. تمام. الاندوميزيال انتي بودي لو بوزيتيف ناخد ندخل نعمل منظار ونسحب بايوبسي، والله لو نيجاتيف يبقى في حل ان احنا كونسيدر ترانزيانت او فولس بوزيتيف تيش ترانس جلوتامينيز دواتي، ان هو اصلا كان فولس بوزيتيف. تمام. ونفولو اب على نورمال دايت. تمام. طيب ولو كان القيمه ده نيجاتيف، احنا قلنا لو القيمه بوزيتيف ناخد البيوبسي، لو نيجاتيف يبقى ده فولس نيجاتيف قيمه وخلاص، ان احنا برضو مش هنعتبر ان ده سيلياك، فولو اب نورمال دايت عادي ومفيش مشكله، وهنعتبر برضو التيش ترانس جلوتامينيز ده كان فولس ايه؟ كان فولس بوزيتيف. تمام. لو كانت تيش ترانس جلوتامينيز بقى، يعني احنا عملنا ايه؟ عملنا اتش ال اي تمام طلع بوزيتيف، عملنا التيش ترانس جلوتامينيز والتوتال اي جي اي طلعوا نيجاتيف، طلعوا نيجاتيف تيش ترانس جلوتامينيز، يبقى ده نوت سيلياك. تمام.
وبرضه هنكونسيدر الايه الفولس نيجاتيف ريزلت بتاعت الايه ال اتش ال اي. خلاص تمام. يعني هو عايز برضه علشان نشخص الاكيد يبقى فيه بايوبسي ويبقى فيه برضه معانا الاوتو انتيبادي موجوده يعني. تمام، ده لو اسيمتوماتيك. ماشي، يعني احنا يهمنا اكتر برضه الدياجرام الاولاني او الابروتش الاولاني. Principles of initial dietary therapy for patient with celiac disease. الناس دول هم اقول لهم ايه؟ avoid all food containing ال wheat كل الحاجات اللي فيها قمح وشعير وحاجه زي الراي ده شبه القمح برضه، حباته زي حبات القمح كده، انا ما اعرفش اسمه بالعربي ايه. تمام، الاوتس اللي هو الشوفان في كلام عليه. تمام، بيقول لك ان البيور شوفان يوجوالي سيف، واصلا ليه برضه جرعه او ليه كميه هنقولها دلوقتي، ان هو لو هيبقى فيه شوفان في الاكل يكون ايه؟ يكون اقل من 20 بارتس بير مليون. تمام، اللي هي تقدر غالبا ب 20 مللي جرام لكل كيلو جرام من الاكل اللي انت هتاكله، يعني ما يكونش فيه اكتر من 20 مللي جرام ايه شوفان. المهم يوز اونلي رايس والكورن والميز، هنقولهم احنا دلوقتي الأطعمة المسموحة. تمام، الممنوعة القمح والشعير والشوفان. تمام، والطحين بتاع هذه الايه او القمح والشعير والشوفان المطحون. تمام، المكرونة ما هي جاية من القمح. تمام، الخبز بأنواعه لو كان مصدره قمح، انما الذرة لا. تمام، الشعرية والسريلاك والكلام ده كله داخل فيه الجلوتين. تمام، فايه الجدول ده نخليه معانا عشان ده فيه الحاجات الأطعمة الممنوعة في الأول. ده الجلوتين فري دايت، ده الجلوتين الدايت كونتيننج يعني. تمام، القمح والشعير والشوفان والمواد المطحونة منهم، الحاجات اللي بيدخلوا في تصنيعها، الخبز بأنواعه، المكرونة، الشعرية، السيريلاك، السميد، في حاجات أنا ما الحاجات المعروفة يعني. في حاجات برضو الصلصة وصلصات السلطة الجاهزة، الحاجات دي برضو مهمة، الحاجات اللي فيها مكعبات الطعام المرقة والتوابل والحاجات دي، بيقول لك البطاطس المقلية، صويا الصوص، كل ده مكتوب برضو في نيلسون يعني. ماشي، الحاجات المسموحة الطحين الخالي من الجلوتين، فول الصويا، مأكولات تحتوي على الذرة. تمام، شوفان بين قوسين يكون بيور اوتس. تمام، ماشي، طحين الرز، نخالة الرز، وهو بيبقى ليهم جلوتين فري دايت اصلا بيتعمل في المخابز يعني. تمام، طيب هنتجنب المرقة والحلويات وشاي الاعشاب وتتبيلات السلطة والمخللات، الحاجات اللي بتخش في المواد اللي بتدخل في تصنيع المخلل يعني، والرقائق وحاجات كتيره داخل فيها الجلوتين. تمام، واي منتج او اي دواء هيتاخد لازم يبقى يتقري البامفلت بتاعته ان هو يكون جلوتين فري. الاونلي تريتمنت فور سيليك ديزيز كله الناس عارفاه، لايف لونج ستريكت اديرنس تو جلوتين فري دايت. جلوتين فري دايت، تمام، يبقى ايه هو يتلخص في كلمتين، جلوتين فري. تمام، ذيس ريكواير اويت بارلي راي فري دايت، كل المواد دي تبقى ممنوعه. Despite the evidence that the oats اللي هو الشوفان are safe for most patients with a with celiac disease. تمام، الشوفان بس يكون شوفان نقي. هنقول دلوقتي there is a consensus، في اجماع ان all celiac disease patients should be treated with gluten free diet regardless of presence of symptom. في symptom ولا ما فيش لازم كله يتعالج بايه؟ بجلوتين فري دايت. الكودكس alimentarius guidelines بتقول define ان الجلوتين فري فود item for food containing اقل من ايه؟ اقل من 20 بي بي ام اللي هي برمليو يعني، ايكوفيلنت تو 20 مللي جرام جلوتين في الواحد كيلو جرام برودكت. تمام، يعني ما يعديش النسبه دي يعني. تمام، طيب بيريودك ميجرمنت اوف تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي، ده اللي هنعمل بيه فولو اب. بيريودك ميجرمنت اوف ترانس جلوتامينيز انتي بودي تو دوكيومنت الريدكشن ان انتي بودي تيتر. تمام، كان بي هيلبفول لو انا عايز اعرف البيشنت دلوقتي ادهيرنت للجلوتين فري دايت ولا لا. خلاص، ده كان باختصار الايه او مش باختصار بالتفصيل والله يعني السيليك ديزيز. شكرا جزيلا.